اهلا بكم في بن حمودة للسيارات، معكم مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين. اليوم احنا هنوريكم خاصيه جديده نزلت في السيارات موديلات ال21، هي خدمه الاون ستار. خدمه الاون ستار زي ما احنا شايفين هي اهم شيء عندنا. الخدمه الاولى هنا طبعا الاس او اس، في حاله الطوارئ السياره متوصله بالاقمار الصناعيه، هي بتتصل بالشرطه لحالها او بحالها في حاله الطوارئ طبعا بدون تدخل من السائق. الزر الثاني عندنا هنا في الاون ستار زي ما احنا شايفين الضوء، العلامه الزرقاء دي جنبها الاضاءه الخضراء دي، لو ضغطنا عليها بتتصل السياره بالكول سنتر بالاون ستار، هي الخدمه هتتفعل او اوريدي اتفعلت في الشرق الاوسط طبعا عن طريق شركه الاتصالات او دو على حسب الشركه اللي انتم متواصلين معاها. في عندك باقات بتشترك فيها طبعا سنويا، وبتختار الباقه اللي انت عايزها بتريحك طبعا في الاستخدامات، لحد باقه الواي فاي او باقات الستاندرد على حسب الاستخدام او الاحتياج اللي انت هتحتاج له فيه. طبعا الاون ستار هنا هيساعدنا، بيعرفنا كل المعلومات عن السياره، معلومات الماكينه، مواعيد السيرفيس، الكيلومتر، حاله السياره، ضغط الاطارات، ضغط الاويل، يعني المعلومات اللي احنا بنحب نعرفها عن السياره بنقدر نعرفها عن طريق الاون ستار. في حاجة تانية كمان مهمة جدا عندنا، كل الموديلات الواحد وعشرين الاون ستار متوصل بالواي فاي، بيبقى عندنا هنا خدمة الهوت سبوت واي فاي، ونقدر نوصل الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس. يعني احنا زمان كنا بنضطر نستخدم الكيبل زي ما احنا عارفين عشان ننقل كل اللي على التليفون يظهر على الشاشة، حاليا احنا انا موصل تليفوني بالابل كار بلاي بدون واير زي ما انتم شايفين اهو، يظهر عندي كل ده تليفوني انا اهو، كل الخدمات اللي موجوده على تليفوني ظاهره هنا، من ضمنها التليجرام، سبوتيفاي، زوم، ويز، ميكس كلاود، الواتساب، الجوجل مابس، كله بيظهر هنا على الشاشه بدون ما امسك التليفون وبدون ما اوصل التليفون بالكيبل زي زمان. اخلي تليفوني طبعا معايا، وده بيساعدنا طبعا في السيفتي، التركيز على الطريق، كل ده طبعا عن طريق الاون ستار سيرفيس عشان في واي فاي نازل مع السياره، فنقدر نستخدم تليفوننا على الشاشه الرئيسيه بدون ما نوصل الكيبل. دي حاجه ريحتنا كتير، لان كان في ناس كتير دايما بيحصل معاهم مشاكل في موضوع الشاحن، ولا يشحن ولا ما يشحنش، مين اللي يشحن في الاول، الكلام ده كله خلاص ما بقالوش وجود. احنا يهمنا راحتكم وامانكم طبعا، والسيفتي اهم شيء عندنا في شيفرولي. مره تانية معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. دي خدمه جديده احنا حبينا نشرحها لكم. لو عندكم اي استفسارات عن اي خدمات تانية او اي مواصفات، يا ريت تتابعونا وتسالونا على قناتنا او اماكن وصول الينا. شكرا، اهلا بكم، مع السلامه.